السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كنتمنى ان اموركم كلاتكم بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد وحلوه جديده، تشيز كيك اوريو او لا حلا الاوريو كما كيسميوها البعض. كنحتاجو فيه عندنا هنايا اوريو، ثلاثه ديال اللي بيما اوريو اللي كيكونوا بثلاثه دراهم. حليناه كالعاده، حيدنا هذاك الكريمه اللي كتكون الوسط وخلينا البيمو. عندي هنايا الزبده، عندي كيري فخوماج، وعندي هلاله صغيره، هلاله ولا هلاله ولا شنو كيسميوها، كل واحد اش كيقول ليها. كتكون بارده باش منين طربي لا كريم فريش كطلع لك، ما كتمحنك ما والو. غادي تشوفوها في الفيديو داغي كطلع ليا. هنايا بيمو من بعد ما طحنتو غنضيف عليه الزبده باش غادي نجمعو، باش كيشد راسو في الثلاجه كيبقى مقاد، ما كيطيحش، ما كيفرتتش، يعني ما كيتفرتتش، ما كيبانش كنفرتت، كيبقى يبان لك انه البيمو شاد راسو، اولا هذيك الطبقه ديال البيمو ولا الكاطو شاد راسها، ما كتلقايش معاها مشكل. فهنا كنت غادي نحركو مزيان هذيك الزبده باش تجمع مع كاع البيمو اللي عندنا، وعاد نسرحوها في المول اللي غادي نختارو. انا اختاريت هذا المول، هذا كندير فيه الفلون، كندير فيه الكيك، كندير فيه. وهاد المره قلت غادي نجربها، وكنظن انا اول وحده في يوتيوب غادي ندير لكم هاد الحلوه ديال اوريو في المول ديال الفلون. والطريقه حتى هي جديده الاول مره، عمرني ما شفت عند شي حد، فمن تجربتي الخاصه ومن راسي اشنو قال لي ندير فيها، فانا درتها لكم باش تجربوها، وكنتمنى انها تعجبكم. بعد ما درنا البيمو في المول ديالنا وبرسيناه مزيان كيف ما كتشوفوا، انا وركت عليه وركت على الجناب، احنا دابا مشينا كنخدموا لا كريم فريش. من بعد ما كانت بارده مزيان وبردت حتى فين غنخدم حتى هو بردتو، باش داخل كطلع لك لا كريم فريش وما كتسيحلكش وما كتمحنكش في يدك، سواء كان عندك اضطراب كهربائي او اضطراب يدوي فهي ما كتمحنكش. فبجوج بهم ما غاديش تعذبي معاها، وغادي يجيك سهله والله العظيم، غير هي انك برديها، برديها خاصها تكون بارده مزيان، وخاص فاش تخدمي حتى هو تبرديه.
مهم لك خم فخيش هي كنخدمو فيها غادي نطلعوها باش غادي ندفع عليها اوريو اللي شفتوه خليت منه هذاك اللي درت في الطبقه الاولى خليت منه شويه وخليت باش نخلطو معاها وعاد غادي نديرو الكريمه اللي غادي نضيفوها على لا كريم فريش الكريمه غادي نحتاجو فيها كيف ما وريتكم في المقادير الاولى كيري حك ديال الجبن ديال كيري او الجبن ديال جبلي او فيلادلفيا اللي متوفر عندكم في الدار خدمو به وغادي نحتاجو ليها هذاك الكريمه اللي حيدنا في الاول ديال بيمو اللي حيدناها غادي نضيفوها على كيري وغادي نخدموهم مزيان بجوج عاد غادي نضيفوهم على لا كريم فريش بعد ما سالينا الطبقه الاولى كيف ما شفتوها وخليناها وضعناها في المجمد باش تبرد غادي نوجدوا الكريمه الثانيه او الطبقه الثانيه اللي غادي نديروها في الحاله ديالنا او في تشيز كيك اوريو ديالنا فيها كريم هولالا بارده كيف ما شفتوها وثلاثه عاوتاني ديال لي بيمو اوريو وميلكا هاد لي بيمو اوريو غادي نستعملوهم في الطبقه الاخيره بالنسبه للشوكولا ميلكا فانا كنديرو في الماء سخون هكا كنسخنو وكنخوي الساشي كنخويها نيشان في لا كريم فريش من بعد ما تكون بردات شويه ما تبقاش هذيك السخونيه اللي غادي تهبط لك لا كريم فريش فبالنسبه لا كريم فريش كتكون بارده انا كنوصيكم وكنعاود نوصيكم خاصها تكون بارده باش كتطلع لكم وخاصو انكم غديفوا لها شويه الشوكولا يكون دافي فمن الاحسن انكم تخليوها بارده بالنسبه للاوريو فهو غادي نستعملوه للطبقه الاخيره وهي حيت من الفوق درت بيمو من التحت غيجي حتى هو بيمو باش يجي واحد المنظر اللي زوين هذاك اللون الغامق ديال البيمو غادي نرد شويه على داك الكريمه اللي غادي نديروها الفوق لتحت بالنسبه لا كريم فريش هنايا غادي نضيفوا عليها حتى هي هذاك الكريمه اللي كتكون وسط من البيمو وغادي نضيفوا عليها الشوكولا ميلكا من بعد ما نذوبوه وغادي نضيفوا عليها بيمو اوريو دي مورسو غادي نضيفوه وغادي نخلطوا كل شيء باش نديروا الطبقه الثالثة وبالنسبة للون فجاني شوية فاتح فضفت ليه كاكاو مر بالنسبة لي درت غلط ضفت كاكاو مر نيشان على الكريم وبحال اللي بدا غيطيح عليا فأنا كنصيحة ما ديروش الغلط اللي درتو ديرو كاكاو مع شوية الحليب يكون حتى هو بارد وشوية الحليب البنات ما تكتروش شوية ديال الحليب وخلطوه وعاد ضيفوه على الكريمة أو الخليط ديال الكريمة اللي درنا باش القوام ديال الكريمه ما يهبطش وتبقى في هاد الكميه ديالها وتبقى في هاد الخطوريه ديالها ف
فغتلاحظوني هنا منين دفتو فغادي يطيح ليا الكريمه، وعاد غنحاول انني نطلعها بالطراب. فمن الافضل انا درت الغلط ما ديروهش نتوما، ضيفوا الكاكاو على الحليب وعاد ضيفوه هنايا في الكريمه باش يجيكم هذاك الشيء زوين. ورغم هادشي جاتني مزيانه فما تقطعتش ليا، ما خليتهاش تقطع، وخليت ولكن قلت من الاحسن انه الانسان يديرها في الحليب يكون شويه بارد، مش يكون شويه، يكون بارد وهو، لكن هو يكون شويه ما تكتروش. وان شاء الله ان تثبت لكم ان الطريقه سهله، ان شاء الله نكون فدتكم وتكونوا فهمتوني واستوعبتوني باش يجيكم الامر سهل. فبالنسبة البيمو اللي شفتوه فهو الطبقة اللي قلت لكم الأخيرة، صيبناها ودلنا لها الزبدة. قبل ما غادي نديرها، غادي ندير هذك الكريمة دي البيمو، درتها دوائر وحطيتها على آخر كريمة ضفت اللي هي اللي درنا فيها ميلكا. من بعد ما بردت مزيان، مشي بزاف كاع فخليتها غير شوية، ودرت عليها هاد الكريمة هذه اللي تكون وسط من البيمو. وغادي نضيف عليها اوريو كيف ما قلت لكم، كيف ما طحناه وضفنا عليه الزبده، وما حدا غادي تكون بارده مزيان، فغادي ديما ضغطوا الاوريو باش يتقاد لكم مزيان ويجيكم الوجه نقي. بالنسبه للجناب مسحوهم، عدروا اوريو باش طبقه اوريو تبان هذيك النواغ وتبان ديك الكحوله، ما يجيش ان الطبقه مخلطين في اللوان وما تجيكمش هذيك التزعليكه ديال الكريمه، يجيكم هذاك الشيء نقي وبيان فيني وزوين. هذه هي النتيجة ديال الحلوة ديالنا، كنتمنى انها تكون عجبتكم، ونتمنى انكم تجربوها، كتجي رائعة 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 وشحال زوينة فهاد الصيف، جات غزال كتحمق الصراحة. هاد التشيز كيك هادي صدقات غزالة، كنتمنى انكم تجربوها
وكنتمنى ان هو تكون خفيفه على قلبكم الطريقه اللي درت لكم وما تبانش لكم باللي زعما راه صعيبه. راه والله ما صعيبه، ما كاينش ابسط منها، وداخل درتها كنتمنى انها تعجبكم. وما تنساوش ديروا لنا لايك والاشتراك. باي باي.